اهلا يا اصحاب، اهلا سيمبا للالعاب. ازيكم يا اصحابي؟ ايه يا اصحابي، عاملين ايه؟ الله، ايه ده في عربيات صغيره كده، هو ده ايه؟ مستشفى. ايه ده، استني كده. الله، ايه الحاجات دي؟ ده مستشفى. ده الجراج بتاع المستشفى اللي احنا كنا قلنا عليه، فاكره؟ مش احنا قبل كده يا اصحابي جبنا لكم جراج بتاع البوليس، وجبنا لكم الجراج اللي هو الكبير بتاع الناس العاديه اللي هو في الشارع ده، ومره ركبنا الاثنين مع بعض، فاكره؟ لما ركبنا، لا احنا ركبناهم مع بعض ولا لسه؟ بيتهيألي احنا ركبناهم مع بعض، صح؟ مش فاكر. ركبناهم وعملناهم جراج واحد باين؟ لا بيتهيألي لا. هنبقى نشوف. طب بصي، ده بقى الجراج بتاع المستشفى ده كبير خالص ازاي؟ دي المستشفى اهي. ماشي؟ ودي حاجة تانية. ده جراج بقى في حتة تانية، ما نعرفش ده بتاع ايه لسه، وممكن يكون تبع المستشفى برضه، هنعرف لسه، بس شكله كده تبع المستشفى دي برضه. يعني دي مستشفى في جراج صغير هنا دورين، وفي واحد اتنين تلات ادوار، وبتاع فوق كبيرة كده مش عارف دي ايه. ماشي؟ وفي بقى طريق تحت كده وحاجات لسه هنعرف، وفيها عربيات. طب نشوف العربيات، هو هنا كاتب لنا عندنا أربع عربيات. طب بصي تعالي ما نلف اللعبة الناحية التانية. ايه ده؟ شايفة الحتت دي عاملة ازاي؟ معمولة المنقطة كده كأنها تتقطع، يعني هو بيقول لك ان الأجزاء دي، الحتت دي من الكرتونة هتتشال وهنستخدمها في اللعبة واحنا بنشتغل يعني. طب تيجي نفتحها كده ونشوف. يلا ماشي؟ يلا استنى، تعالي نلمها كده من عندك. طب يلا افتحيها كده وريني. ها دي كده من عندك. طب ثواني اساعدك، ثانية. ايه ده؟ الله. طب احنا هنشيل الكرتونه جنبنا يا اصحابي لغايه ما نيجي عند الحته اللي هنقطع فيها ديت، ونبقى نجيبها بقى عشان نقطع الاجزاء دي لو عوزناها يعني. خلي الكرتونه جنبنا بعيد كده. ايه ده؟ الله، ده لونها جميل. جايب لنا اربعه فعلا، اتنين ازرق واتنين احمر، وفي بقى حاجات، شويه حاجات كده معاها لسه هنعرف. اليوفط بقى والحاجات دي شكلها كده، والبنزينه والحاجات دي اللي احنا بنركبها دي. والاستيكرات الجميله. ايه ده؟ طب بصي انا هطلع، بصي كده استني، هطلع اللي احنا شفناه هنطلعه هنا، والاستيكرات كمان هنطلعها هنا. الله، حلو قوي. وده بقى الطريق والحاجات. دي بتاعت الجراج، دي بتاعت الجزء اللي قدام المستشفى. طب بصوا تعالوا كده، اصل انا هحط هنا برضو كمان، ودي ده الطريق، طريق وطريق اهو اتنين، وكمان دي بتاعت الجراج هنشوفها دلوقتي. ودي الطويله دي بتاعت اللي تحت. ماشي؟ وعندنا كمان الاجزاء دي هنطلعها هنا كده، والحاجات الزرقاء دي، والحتت دي كمان، كل ده هنطلعه دلوقتي ونشوف بنعمل بيه ايه. ودي كمان. وحتت بقى من الطريقه اهيت بقيتها. استنى، وفي استيكر كمان اهو، تحطيه هنا مع الاستيكرات. ماشي؟ ايوه عندي. وبقيت الطريقه اهوت. ماشي، طلعناه كله كده. والحاجات الحمراء بقى اللي هي العواميد الحمراء دي. الله، ده كتير العواميد دي، كتير، لان الجراج هنا المره دي كبير قوي. اكبر جراج جبناه لغايه دلوقتي، اكبر من بتاع البوليس، واكبر من بتاع الناس العاديين ده. كده خلاص الكرتونه دي فضيت، خلاص هنشيلها. ماشي؟ يبقى احنا بس معانا الكرتونه اللي احنا هنقطع منها دي، اللي احنا هنعوزها يعني. ماشي؟ طيب ايه رايك بقى دلوقتي تيجي نركب البتاع ده، الجراج ده، ونشوف؟ تعالي بس الاول، ايه؟ انا عاوز اجيب اللي هما الحتتين دولت، دول كده، انا هجيب دول في الجنب كده. ماشي؟ خلي الاحمر ده عندك وناوليني منه. ماشي؟ احمر. يلا، دي بقى في واحده هتبقى تحت وواحده فوق. استني كده نشوف بقى مين فيهم اللي تحت، هما الاثنين زي بعض. احمر. الاحمر اللي معاكي ده. طب بصي اقول لك حاجه، استنوا كده يا اصحابي، تعالوا نحط الكرتون عشان نشوف الرسمه عامله ازاي ونعمل زيها. ماشي، تعالوا نحطها ورا هنا كده. استني كده، هنا اهي، هنعمل زيها. طبعا احنا بنعمل الجزء ده، مش عملنا دي كده، هنعمل اربعه عواميد من دي، واحد اتنين تلاته، هاتي واحده كمان، اربعه كده، عملنا اربعه. ماشي؟ وتعالي نركب الجزء ده فوق هنا من الجراج، الحته دي هتركب هنا بالظبط كده اهو. الله، شفتي ركبت ازاي؟ ثانيه واحده، نعمل دي كمان كده،
ودي كده. كده ركبنا الجزء ده. ده هيبقى تحت طبعا هنا. وهنجيب واحدة من الزرقة دي. هنحطها من هنا. بصي بقى دي عارفة دي هتركب فين؟ هنا كده. كده اهو. الله، ولا ايه؟ ولا هي مقلوبة؟ اه تقريبا بتبقى، اه بتبقى كده. بصي بقى هنركبها هنا. شفتي هتبقى نازلة ازاي؟ اه تبقى حلوة قوي. وتقريبا دي بتركب فيها كمان ولا ايه؟ ممكن نركب الاثنين في بعض يعني؟ اه صح، تصدقي الاثنين بيركبوا في بعض كده عشان لما نيجي نركبها هنا. اه ده بتركب تحت هنا. بصي هنا، استني يا اصحابي كده لما نركبها هنا الحته دي. شفتي بقت عامله ازاي؟ كده بالظبط. الله، ثانيه واحده ما نركبها صح؟ مظبوطه اهي، عشان لما ننزل العربيه من هنا تيجي كده. طب بقول لك ايه؟ تعالي كده اما نطلع العربيات، هنطلع العربيات بس وبلاش اليافطه دي دلوقتي، هنعمل اليافطه بعدين يعني. انا بس هطلع عربيه واحده اجرب بيها. ماشي؟ لا الحمراء دي. نجربها بس كده، هنشوف ايه هتنزل. الله، شفتي نزلت جميله ازاي؟ يعني هي دي كده مظبوطه اهي يا اصحابي، شوفوا. اهي نزلت صح. نطلع العربيات كلها بقى. لا استني بس عشان لما نيجي نحتاجهم هنطلعهم كلهم، ماشي؟ طيب، وده احنا بقى هو هنا بيقول لك ايه؟ في حته اهيت. تعالي كده لما نطلعها. الله، طب تعالي بقول لك ايه؟ تعالي نركب الجراج اللي هو التاني ده، اللي هو ده اهو. ماشي؟ نجيب الحاجات بتاعته، يعني ده ركب خلاص اهو، خليه هنا. التاني ده بقى هنجيب الحاجات بتاعته. وريني بقى العمويد اللي معاكي، هاتي أربعة كده. يلا. شاطرة. بصوا ده واحد، اتنين، الله، ثواني كده يا أصحابي، عشان ده إيه؟ مقفول ده ولا إيه؟ لا مش عارف. استنى كده، لا. طب بصي هاتي واحد غير ده دلوقتي كده، لما أشوف دي عاملة كده ليه؟ ولا دي مش هترج، مش هيركب فيها ولا إيه؟ استنوا كده. اه لا ركبت خلاص. ودي هتبقى هنا، ودي هتبقى هنا. على فكره الجراج ده هيبقى اكبر من التاني بكتير، وهيبقى تحفه، هيبقى حلو قوي. احلى جراج جبناه لغايه دلوقتي يا اصحابي. تيجي بعد كده نبقى نركب الجراجات كلها. طب استني بس اما اخلص دي الاول. بقول لك بعد كده تبقى تيجي نركب الجراجات كلها مع بعض، ونجيب، يبقى عندنا جراج كبير قوي 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 قوي. ماشي؟ هاتي اربعه كده من الاحمر اللي معاكي. ماشي، واحد. عايز كمان؟ اه. اثنين. الله، بصوا يا اصحابي عامل ازاي؟ استنى ما ارجعها ورا شويه. معايا اثنين. ماشي، لو احتجتهم هقول لك. كده ثلاثة. كده أربعة. استني واحدة بس. عايز استني خدوا. اه تعالي بقى إيه، نركب الجزء اللي فوق ده. الحتة دي من هنا نركبها هنا. الله. اه عاوز اللي معاكي كمان على فكره. هاتي كده اللي معاكي كده، ده واحد. شفتي كبير ازاي؟ هاتي كمان. ها هاتي بسرعه. اتنين. لسه معاكي حاجه ولا دول بس؟ هم دول بس. دول بس؟ خلاص يبقى دول هيركبوا قدام هنا. ده واحد، وده هيركب ايه قدام هنا جنبه هنا. اتنين، عشان ده بيعمل حاجه كده هنشوف. اللي هي دي يا اصحابي، اللي هي الزرقاء دي طبعا ايه هتتشال من هنا. بصي بتركب ازاي؟ بصوا كده يا اصحابي، هنركبها فوق زي اللي هناك دي، هتبقى كده. الله، بصي عامله ازاي. الله، شكلها جميل قوي. شفتي عاليه ازاي خالص؟ حلوه قوي. طيب تعالي بقى نركب الطريق كده، ماشي؟ ونشوف هنعمله ازاي. انا هشيل دي كده يا اصحابي، مش مشكله الكرتونه، انا هبص انا عليها وهي هنا. استني خليها جنبك كده، هبص عليها ونركب بقى احنا الحاجات دي لاصحابنا. استني نجيب بقى، هو عايز بيقول لنا ان في طريق طويل ولا ايه ولا قصير؟ لا قصير، واحد من القصيرين دول. بس بيركب ازاي بقى؟ بتقريبا بيتحط كده بس، مش بيركب ولا حاجه، بيبقى كده. اه طيب خليه كده دلوقتي. بيركب ازاي؟ هنا كده مثلا؟ ايوه. لا مش بيركب هنا. طب بص خليه بس دلوقتي، وهنشوف له طريقه نركبه دلوقتي. انا بس عايز اعمل البتاع اللي هي دي يا اصحابي هنا كده. وعايز، ها؟ عايز ايه؟ معرفش. طب استني كده لما نشوف هنا في حاجه بتركب الاجزاء دي مع، اه صدقي في حاجات هنا اهي. طب استني يا اصحابي لما نطلعها. اطلعي فيها؟ لا لا، بصي الحاجات السودا دي، الحاجات السودا دي ده اهي الصغيره دي، طلعيها لي كلها. يلا ماشي، خدي كده الكيس معاكي وطلعيها.
تطلعيها لنا. بصي يا اصحابي هنركب دي، هي مش عارف دي صغيره صح؟ هو عايز واحده صغيره ولا واحده كبيره؟ طب هنعمل الصغيره؟ هجيب ايه؟ ماشي خلينا طيب هنحط بصوا دي كده، دي هتركب من هنا يا اصحابي. الحاجات الصغيره ماشي. طب ثانيه واحده خليهم هنا ماشي، طلعي لي بس انت اللي معاكي، سيبي لي دول هنا. استنى عشان اوري اصحابنا بس احنا هنركبها ازاي. بصوا يا اصحابي ركبنا الحته الصغيره هنا وبنركب الطريق ده فيها كده ماشي. هي ركبت اهي، هاتي واحده من الصغيرين معايا بسرعه، وهنركب الناحيه الثانيه واحده هنا وهنركبها في الجراج الثاني. الله ده حلو قوي اللعبه دي، صدقيه جميل قوي الجراج ده، عاجبني جدا اكتر من التانيين كمان. خلاص احنا كده ركبناهم في بعض اهم، شفتي بقى عاملين ازاي؟ تعالوا نركب بقى بقيه الحاجات يا اصحابي. هنركب واحده هنا في الحته دي، الحته اللي هي السودا دي هنا الصغيره دي. معايا ايه تاني؟ ماشي خليها معاكي، لا خليها معاكي دي دلوقتي، خليها لما اعوزها هقول لك. ماشي وبعدين هنجيب واحده من الصغيرين دول ونركبها هنا. الله كده ركبنا دي اهي ودي اهي. بعد كده هنجيب دي واحده من الصغيرين برضو دي، استنوا كده هنا، استنى خليهم هنا شويه كده. دي بقى هنركب دي في دي كده، يعني هنعمل كده من دي هنا ونركبها برضو ايه في الحته دي، هتبقى تحفه. شفتوا بقى عامل ازاي؟ ما عادش فيه. طب استنى، طب خلاص كفايه، وهنعمل دي هنا شوف عشان تبقى مدوره كده. الله ثواني هنركب دي كده يا اصحابي الحته دي. بص انا العربيه هلعب بيها. طيب طلعيها ماشي. وبعدين هنجيب، استنى كده لما نشوف، دي هتبقى كده هنا. استنى يا اصحابي عشان تشوفوا الحته دي جميله. هنركب يا اصحابي دي دلوقتي واحده هنا وواحده هنا، بصوا، وهنا الثالثه دي كمان عشان هنحتاجهم دلوقتي، وهنركبها بقى في دي من هنا. شفت الدايره الجميله اللي عملت لنا دي؟ جميله قوي. ودي كمان هنعمل ايه، واحده هنا كده في الحته دي كده، وهنركبها هنا. الله استني بقى، بصي شفتي عامله ازاي؟ الحقي ده احنا عملنا دايره جميله. الله بس استني ده انا غلطت في حاجه، دي مش هنا، دي مش هنا، ده احنا هنعمل ده اهي، دي عشان دي هيبقى في طريق هنا لسه، هنعمل دي كده ودي اللي هي اللي هتركب في دي، عشان الدايره تبقى ايه، يبقى في طريق لسه ماشي هنا برضو. ده هتبقى تحفه اللعبه دي. طيب ايه رايك بقى نجيب واحده من الطويله دي من هنا، هنركبها ايه في الـ في الـ في البتاعه في الارض في الطريق ده كده من هنا، هنركب دي كده يا اصحابي. ده اصحابك على فكره هيعجبهم اللعبه دي جدا، هيبقوا مبسوطين منها قوي 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 قوي. شفتوا ركبناها ازاي؟ شفتي عامله ازاي؟ بصوا يا اصحابي الطريق بقى ماشي فين، وبعد كده هنجيب حته من اللي هي اللي هي دي اللي هي حته الصغيره دي قصدي من هنا. بقول لك ايه، خد الطريق عندك شويه كده ماشي، ينفع تشيلي الكيس تنزليه بعيد كده شويه، الحاجات دي شيليها كلها ما عدا العربيات، شيلي الكيس بس والاستيكرات. وبعدين يا اصحابي هنجيب اللي هي الصغيره ديت هنركبها هنا عشان تبقى جميلة، ونجيب واحدة من الصغيرين برضو دي ونركبها هنا، وبعدين نجيب الطريق الجميل ده هنركب دي هنا كده ماشي، ونجيب واحدة كمان، هاتي كده ثواني. الله حاسب الجراش هيقع، حاسب ايدك كده. بصي هنركب دي هنا الحقي، ده البتاع ده هيبقى تحفه، انت عارفه لما نخلصه هيبقى كبير قوي قوي قوي، وممكن نجيب عربيات كمان غير الاربعه اللي معانا دول، ممكن نجيب عربيات زياده كمان عشان اصحابنا يشوفوا اللعبه عامله ازاي. ماشي هنركب واحده هنا كده ماشي، وهنجيب حته من الصغيرين دول هنا الحقي، هاتي واحده من اللي هي، ايوه دي بسرعه. بصوا بقى يا اصحابي دي كمان هتركب هنا، استني عشان انا عايز اوري اصحابنا الجزء اللي احنا عملناه ده. استنى بصوا يا اصحاب، الله شفتوا الطريق عامل ازاي؟ بصي من اول هنا، طبعا احنا لسه هنكمل الحته دي كمان، شفتوا ماشي ازاي؟ وهنا وهنا كده وجاي عند الجزء بتاع الجراج ده هنا، وبعدين داخل هنا وجاي هنا، راجع تاني الدوران ده، الدايره دي والحته دي، لسه هنكملها دلوقتي. طب تعالوا كده نكملها يا اصحابي مع بعض. استني شيل العربيات دي دلوقتي، استنى خليها عند، خليها ناحيتك. هنجيب بقى ايه؟
الحته اللي باقيه دي هنركب دول. بص كده دي هتركب هنا كده، دول هيركبوا في بعض كده ماشي، وبعدين هنركبهم في الحته دي. فين الحته السوداء اللي كانت معاك اللي انا قلت لك خليها معاك دلوقتي، اللي هي الصغيره الرفيعه دي هنا هي. خلاص لقيتها خلاص. وبعدين يا اصحابي هنركب دي بقى هنا في الحته دي. الله كده نبقى احنا ركبنا ايه. بصي كده احنا ركبنا الجراج كله اهوت، بس طبعا لسه الاستيكرات بقى وكده هنلزقها على ايه، على الحاجات دي. بصي كده تعالوا كده يا اصحابي، اليفط والحاجات دي هنا اهي. هبصوا كده هنزلها هنا كلها، هنشيل بقى الكيس ده، هنركب اليفط، هنلزق لكم الاستيكرات عليها ونشوف هتبقى عامله ازاي. كان في البتاع، هاتي البتاع الزرقاء اللي هناك دي كده بسرعه، هاتيها بسرعه. دي هاتيها، هاتيها كده. استنى بصوا بقى احنا دي هنفكها كده ماشي، ودي كمان هنفكها. عايزه دي؟ لا دي هنركبها، استنى هنركب دي من هنا. بصي بقى احنا دلوقتي دي هنركبها ازاي، عارفه دي هتركب ازاي؟ دي هتركب فين؟ بصوا يا اصحابي كده هتركب هنا في الحته دي كده. بصي عارفه ليه؟ عارفه دي عشان الجراج العربيه ممكن تركن في الحته دي. استني كده اما اشوف هي بتركب ازاي. مش عارف، مش فاكر هي كانت بتتعمل ازاي. احاول اشوف لها طريقه كده نركبها. هي تقريبا بتتعمل كده. استني هنعرف دلوقتي. ماشي خلاص انا هركبها وارجع لكم تاني يا اصحابي، وهعمل بقى الاستيكرات بقى والحاجات الجميله دي. ودي كمان تقريبا بتركب هنا، هنشوف هتركب ازاي. شايفين يا اصحابي الجراج بتاع المستشفى الجميل ده؟ بصوا خلصناه ولزقنا الاستيكرات وشكله جميل. وعربيات الله. وبصوا عربيات. بصوا بقى البتاع ركب اهو. وده ميدان هنا كده، ميدان المستشفى. والتاني ده برضو الحاجات دي ركبت المستشفى. بتاع المستشفى ايه؟ ماشي ما احنا هنقول، ما هو ده كله بتاع المستشفى. ده تبع المستشفى، وده برضو تبع المستشفى برضو. بصي بقى والطريق ده تبع المستشفى، والطريق ده كل ده تبع المستشفى، بس لسه بقى اليوفط دي هنرصها ماشي. تيجي نرصها كده مع بعض، يلا هنرصها كده. واحده حطها. ثواني هقول لك، انا هقول لك حط هنا. طب بصي خدي دي محطه الاتوبيس. حطيت الاتوبيس. حطها هنا الحته دي ماشي. ايوه هنا شاطره. وكمان هناخد ايه بعد كده؟ خدي العلامه اللي هي، هقول لك على حاجه، في علامات اهيت، تعالي ناخدها. خدي العلامه دي حطها هنا جنبها هنا كده مكان هنا الحته دي، بس بعيده شويه. خليها هنا. بصي لا خليها، بصي ثانيه واحده خليها كده اهو ماشي. الله شكلها حلو قوي. وبعدين هناخد، هقول لك على حاجه، عواميد النور الكتير دي تعالي بقى نرصها. حط عمود هنا كده. هقول لك حاجه، خليها الناحيه الثانيه عشان تنور، دي بتنور الطريق يعني. تخش كده بتنور الطريق ماشي. دي تتحط هنا. دي هنا، بس خلي وشها كده، خلي وشها لاصحابنا عشان يشوفوها، تبقى هنا في وسط الميدان كده. طبعا يا اصحابي احنا قصينا الكرتونه اللي احنا بنقول عليها دي حته من الكرتونه، واللي ورا دي برده كانت في الكرتونه اللي هي دي، ودي كمان دي اللي فوق. ثانيه واحده بس، ثانيه اوريهم حاجه، بس. واللي تحت جوه تحت دي برده من الكرتونه، وهنا برده اللي ورا تحت دي من ايه، هنا من الكرتونه من جوه. مش هتشوفوها ايه، هتحطي واحده فوق ماشي. هي كده. طيب وخدي دهيت كده، هنخلي دي ايه هنا كده. بصي ايه، هنحط دي هنا ترص وخلاص. اي حاجه يعني، مش لازم تبقى بالظبط يعني ماشي. احنا حطينا العمود ده هنا، وهناخد عمود نحطه هنا برضو ماشي، وناخد عمود نحطه هنا. حطي هنا ماشي. هحط انا واحد هنا ماشي، وواحد هنا. بيبقى في عمود كتير عشان ينور الطريق للناس. وحطي فين؟ واحد هنا. حاضر. وخدي واحد عندك اهو، حطيه في الاخر ماشي. هنا. لا بس بعديه في الاخر شويه. ايوه كده. صح كده ماشي. خلاص بعد كده بقى يا اصحابي هنعمل ايه؟ نشيل الحاجات دي شويه، هنحط محطه البنزين دي الجميله دي هنا وخلاص. هنحط محطه البنزين دي هنا ماشي. قلنا العمود ده هيبقى هنا خلاص.
وبعدين تعالوا ناخد قمع من ده كده هنحطه هنا، وقمع من ده نحطه هنا، ماشي، واحد هنا خلاص، واحد هنا اهو. خلي بالك دي هعدلها، هعدلها مش مشكله. سيبها انا اوريها لاصحابنا دي ايه برضه، اوري لهم دي ايه، ودي البتاعه دي خليها عندك برضه كده الحته دي. اه البليافته اللي انت حطاها ورا خالص دي هاتيها، اللي هناك دي ما تحطيش حاجه بعيد كده، خليهم هنا. اه ماشي يلا، ايوه هنا ماشي، مش قوي عشان بس تبقى باينه عشان العربيات تشوفها وهي ماشيه. ماشي، ونحط بقى اليافته دي هنا. بص يا اصحابي انا شوف، شيل العربيات دي كده من هنا يعني عشان دي هتمشي على الطريق لسه، وكمان دي هنخلي دي هنا ماشي، ودي خلي قمعه هنا برضو، ودي خليها هنا يا اصحابي هنا. اه ودي بقى هنحط دي هت فين، نحطها في حته حلوه كده عشان تبقى باينه، خليها هنا اهو ماشي. ودولت هنحط واحده هنا وواحده هنا ماشي. كده خلصنا الحاجات دي خلاص، تعالي بقى نجيب العربيات يلا. اه انا نسيت اقول لاصحابنا على حاجه، بصوا يا اصحابي البتاعه دي عشان العربيات بتمشي من هنا، بتمشي من هنا وتنزل الطريق ده كده. استني بس، استني ثانيه واحده، حطها هنا، هنحط دي، بص شايفه دي، دي احنا قافلين بيها الطريق عشان العربيات ما تنزلش من هنا، فاحنا حطيناها هنا كده عشان ايه تبقى قافله الطريق ماشي، وهنا تنزل من هنا. اه وفي واحده تحت اهي كمان اللي تحت حاجة. دي طيب انا عايزه احط حاجه، طيب استني بس هعدل ده ايه، ثانيه واحده هعدل ده كده اهي ماشي. طيب ممكن تلفيها كده كده اهو، ونعدل العمود ده. يلا نجيب بقى العربيات كده ركبيها هناك، احنا خلصنا اليوفط كلها يا اصحابي خلاص. ها الله، وريني كده هتمشي ازاي، واحده واحده، انا عايز واحده واحده بس، امشي بواحده الاول ماشي، واحده الاول يلا. الله يلا، وبعدين هتمشي بقى تطلع منين، ورينا تطلع من الطريق كده. طب تعالى انا عايز اوريهم حاجه كمان، في بقى اختراع جميل قوي، شايفين البتاعه الزرقاء اللي فوق دي يا اصحابي، شفت البتاعه دي، طب شايفه البتاعه دي؟ اه شايفاها، شوفي دي بتنزل لتحت كده، تنزل كده عشان العربيه تطلع تتصلح فيها، بتنزل هنا، هاتي عربيه كده، شفتي نزلت لغايه تحت ازاي؟ ايوه هاتي عربيه كده طيب بسرعه، هعملها بس استنى، طب يلا حطي عربيه هنا، انا هحط ها. اه بص، لا بتيجي، بص العربيه جايه بقى ايه، ماشيه من الطريق كده، من هنا هتمشي كده تطلع ايه، تركب في دي كده ماشي، وبعدين نظبط بقى البتاعه دي كده، هتطلع بقى ايه الدور اللي فوق ده، شوفي وصلت لغايه فين، وممكن تقوم ايه داخله تتصلح هنا كده مثلا ماشي، ودي تنزل تاني، هاتي عربيه كمان استنى عشان حد عطران، طب بس هاتي، لا هتطلع الدور اللي فوق خالص. يلا بصي يا اصحابي هتركب هنا، بيب 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 بيب، خلاص ركبت اهيت، هتطلع بقى ايه كده بالراحه، بيب 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 بيب، الدور ده في عربيه مش هتعرف تخش فيه، هتطلع فوق خالص بقى في الدور ده، وهتقوم داخله هنا. الله شفتي جميله ازاي البتاعه دي، تدخل هنا. لا خلاص بقى، ما هي لازم لازم البتاعه دي اللي تطلعهم وتنزلهم ماشي. تعالي بقى ايه، اعملي العربيه كده، العربيه اللي تحت دي خليها تشوف تمشي بقى بالطريق كده. ها اللعبه دي جميله قوي على فكره، هاتي العربيه، هاتي كده، هاتي كده واحده بسرعه بسرعه. بصي يا اصحابي انا هحط واحده هنا وهمشيها كده، الله نزلت تحت، اه هتقوم داخله ايه، بيب بيب، خليها تمشي من هنا وتيجي من الطريق ده. ها خلي واحدة تمشي هنا، اه ماشي، وخلي التانية تخش جوه، خلي بالك انت وقعتي كل حاجة، خلي بالك بالراحة بالراحة عشان كل حاجة وقعت. ها هي دي عصلي، طب هات هات، بصي دي دي دي, دي جاية من هنا، مشت اهي، هتمشي يا اصحابي كده، يلا خليها كده تمشي، بيب 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 بيب، شفتوا جت منين؟ الله، وهتمشي بقى تكمل كده، بيب 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 بيب، خلي العواميد دي بعيدة شوية هنا، والعربية دي بقى هتكمل اهي، بيب 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 بيب، ها اه بصوا بيب بيب بيب، طب ثانية واحدة هتقع كده، هتقع كده هتقع، ما حدش بيعمل كده، استنى بصوا بقى العربية، العربية دي جاية من هنا، بصي ثواني طيب، ها طيب ماشي، بصي العربية دي بقى هتمشي بيب بيب بيب، وهتخرج بره الطريق، مشت خلاص خرجت، نعملها عايزه تنزلي، استني عايزه تنزلي دي، طب اصحابنا ما شافوهاش، هتعمل اول تاني من الاول تاني، كانت فوق، استنى
شكلت فوق كده اهي، خليها هنا كده. حاضر. بصوا يا اصحابي هي فوق اهيت، العربيه هتيجي من هنا، هتيجي كده هتدخل هنا. بصي تدخل فين اهي. يلا نزليها بقى. بي 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 نزلت تحت خالص والعربيه خرجت اتصلحت خلاص. حلوه قوي اللعبه دي. تفتكر هتعجب اصحابنا ولا مش هتعجبهم؟ هتعجبهم طبعا. طب يلا ماشي العربيه مره كده عشان نقول بقى اشتركوا معانا في القناه وكده. العربيه الحمراء اللي هناك دي، دي يلا خليها تمشي كده. الله بي 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 يلا خليها تمشي، كمل خليها تكمل. لا انا عايز دي الاول، دي الاول، واعملي دي المره الجايه. ها يلا ماشي. بي 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 اه وخليها تطلع بقى من هنا. ماشي مش تمشي على طول، زق ايدك جامد هتعدي الناحيه الثانيه. ها يلا الله. بص بقى هتمشي ازاي. بي 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 اهي يا اصحابي. بي 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 هتيجي تخش هنا وتلف كده. الله احنا وقعنا كل حاجه، كل حاجه وقعت. خلاص تعالى نشيل اليوفط دي بقى في جنب، مش مشكله اليوفط. ماشي بقول لك ايه دلوقتي، هنقول ايه لاصحابنا؟ باي على طول. اشتركوا معانا في القناه وتنسوا في التعليقات، اشتركوا معانا في القناه وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات لعبه الجراج بتاع المستشفى الجميل ده عجبكم ولا لا يا اصحابي، وكمان العربيات الجميله دي ايه عجبتكم ولا لا. وما شفتي محطه الاتوبيس الجميله دي حلوه قوي، وفيها كرسي الله الحقي ده، فيها كنبه كده عشان الناس تقعد عليها وسلم حلو قوي. واصحابنا كمان هيشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. ماشي اصحابنا هيشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت عشان فيها حاجات جميله قوي 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 هتعجبهم. الحقوا يا اصحابي ده في عربيه عايزه تخش الجراج عشان تتصلح. طب يلا دخليها. بيب 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 يلا ارفعي بقى البتاعه دي. ها يلا يلا فوق 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 خالص. بس لا راحه فين ده، هنا اخرها هنا بس خلاص. هنا ماشي دخلت هنا، دي هتنزل بقى ودي هتتصلح. ماشي خلاص اتصلحت. ها ودي الثانيه عطلانه. طب يلا واحده اتعطلت. ماشي اتعطلت يلا. بيب 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 ثانيه واحده. بيب 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 استني يا بتوع ليه. يلا هتطلع فوق خالص. يلا بيب بس بس هنا هنا، وهتقوم داخله هنا يا اصحابي عشان تتصلح. ماشي خلاص. طيب هنقول بقى ايه لاصحابنا دلوقتي؟ باي على طول. بس احنا ما قلنا لهمش حاجه. لا قلنا لهم يشتركوا معانا في القناه، بس ما قلنا لهمش يبعتوا الفيديو الجميل ده لكل اصحابهم عشان يشوفوه. ماشي يا اصحابي يلا باي يا اصحابي. انا عايز اقول لك حاجه. ايه عايز تقول لهم ايه؟ ايه عربيه عايزه تتصلح يعني؟ ما هو ما فيش مكان فاضي عشان دول بيتصلحوا لسه. بقول لك دي تعبانه، تعبانه. لا هي المستشفى دي مش بتاعت العربيات، بتاعت الناس. العربيه لما تبقى عطلانه بتروح تتصلح هنا بس الحته دي، انما هي المستشفى الناس بتخش المستشفى دي الباب اهو عشان الناس تتعالج يعني. الناس اللي بجد زينا يعني خشوا يتعالجوا جوه في المستشفى دي عند الدكتور يعني، في دكتور جوه وكده. الله بس العربيات دي جميله قوي على فكره. الناس جواها الناس جوه في المستشفى دي. يلا تركن هنا. يلا نقول لهم باي بقى. باي يا اصحابي. باي باي. عملنا حاجات جميله. ايه ده شفتوا البيوت بقى، كل بيت ليه الجنينه بتاعته. شايفه الله البيت، الجنينه بتاعت البيت ده والجنينه بتاع البيت ده والبيت بتاع البيت ده. الله بتاع البيت ده. البيت الكبير ده ليه جنينه قد ايه كبيره برضه. والبيوت دي ده وده وده. ايه ده بس ايه الحاجات دي، في جنينه هنا كده مش عارفين بتاعت ايه دي. استني كده لما نبعد ورا شويه عشان نوري اصحابنا ايه الجنينه دي بتاعت ايه ودي بتاعت ايه. انت عارفه دي بتاعت ايه؟ معرفش. طيب انا هقول حاجه الاول قبل ما اقول لهم دي بتاعت ايه. انا عاوز اوريهم البيت الجميل اللي انت عملتيه اللي هو ده يا اصحابي، هي اللي عامله لوحدها. جميل خالص وليه جنينه جميله قوي. شفت الالوان بتاعته تحفه، حلو قوي البيت ده. طب تعالي بقى هنشوف الجنينه دي بتاعت ايه يا اصحابي. الجنينه دي بتاعت البيت ده. تا 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 تا. ايه ده بيت كبير، دورين، بيت عالي دورين. شفتوا يا اصحابي جميل ازاي؟ لا اتنين، واحد اتنين. ما هو السقف ده ما بيتحسبش، ده دور وده دور، الابواب يعني الباب ده دور وده دور. شفتوا جميل ازاي؟ بيت وحواليه جنينه جميله. طب يا ترى الجنينه التانيه دي بتاعت ايه؟ معرفش. بتاعت البيت ده.
تا 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 تا. الله، شفتي بيت برضو ثلاث اوض جنب بعض كده، دي اوضه ودي اوضه.